اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 1 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد الليسونز فروم 3 تو 6 واللي هنتعرف فيهم على الكاونتنج اب تو 5 وهنتعرف على النمبر لاين وهنتعلم ازاي نعمل الجراف. يلا مع بعضنا نبدا الليسون ونتعرف على النمبر 4. احنا الدرس اللي فات اتعرفنا مع بعضينا على ال1 وقلنا ان لو عندي حاجة كده ومش متكررة بنقول عليها 1، لو جت لها حاجة جنبها زيها الحاجتين مع بعض بنسميهم ايه؟ بنسميهم 2. لو ال2 ديت جبنا لها 1 جنبها زي البيتش امبريلا دي كده يبقى المجموعة الجديدة ديت بنسميها 3. طيب احنا الدرس اللي فات وقفنا لحد 3، لو جينا بقى المجموعة اللي هي 3 جبنا لها 1 جنبها، المجموعة الجديدة ديت لما اجي اعدها اقول ان انا عندي قد ايه؟ نقول ان احنا عندنا 4. طيب بنعد ازاي؟ بنقول كده 1 2 3 and 4. طيب لما نيجي نعبر عنهم بالبوينتس بنعمل ايه؟ بنعمل كده يا اولاد، نعمل بوينت وجنبها انذر بوينت وجنبها انذر بوينت وجنبها انذر بوينت. المجموعة دي كلها كده اسمهم 4. We have 4 dots. عندنا 4 نقط. طيب لو شفنا دي لوحدها يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها 1. ولو جبنا لها واحدة جنبها يبقى هما الاتنين دول مع بعض اسمهم 2. لو ال 2 dots جبنا لهم دوت كمان جنبهم يبقى دول مع بعضهم اسمهم ايه؟ اسمهم 3. ال 3 لما نجيب لهم دوت جنبهم يبقى المجموعة دي كلها لما اجي اعدهم نقول ايه؟ نقول 4. طيب لو انا يا اولاد عايز اقول لحد ان انا معايا 4 اشاور له ازاي بصوابعي؟ نعمل ايه؟ هنريز الفينجرز بتاعتنا بالشكل ده، هنريز فينجر وهنريز فينجر جنبه وهنريز فينجر جنبه وهنريز فينجر جنبه. يبقى المجموعه دي كلها اسمهم ايه؟ الشكل ده اسمه ايه؟ اسمه 4. طب يلا مع بعضينا نكاونت الفينجرز، ادي 1 2 3 and 4. يبقى احنا اتعلمنا ايه دلوقتي؟ اتعلمنا نمبر جديد اسمه ايه؟ اسمه 4. يلا مع بعضينا نشوف البيكتشر الجميله دي ونشوف هو طالب مننا ايه. بيقول لي سيركل، عرفنا ان سيركل معناها نعمل كذا. طيب سيركل ايه؟ بيقول لي 4، النمبر ده لسه واخدينه، يعني ايه 4؟ يعني 1 ومعاه كمان 1 ومعاه كمان 1 ومعاه كمان 1. طيب السيركل فور ايه؟ بيتش امبريلا اللي هي الشماسي بتاعت البحر. طيب ايه الاس ديت؟ لازم في الانجليش نزود ايه؟ نزود اس. طيب فين هم البيتش امبريلاز اللي عندي؟ اهم ادي كده واحده وعندي كمان واحده اهي وعندي كمان واحده اهي وعندي كمان واحده اهي. طيب احنا كده عملنا سيركل لفور، يلا نعد، ادي 1 2 3 and 4. يبقى احنا عملنا المطلوب مننا. ايه تاني؟ بيقول لي سيركل 4 ووتر باكتس. يعني ايه؟ يعني نعمل سيركل حوالين جرادل الميه دي. طب هي فين عندنا في البيكتشر؟ عندي واحد اهو، ادي كده 1، عايزين واحد كمان، يبقى احنا الاثنين دول كده 2، ها؟ عايزين واحد كمان اهو، وعندنا واحد كمان اهو. ناخد بالنا يا اولاد، لو انا اخترت ده وعملت عليه سيركل كده انا زودت عن الفور. وبيقول لي 4 بس اهو، يلا كده كده 1 2 3 اند 4. ما ناخدش ده بقى ليه؟ لان انا لو خدته يبقى انا خدت اكتر من الفور. ايه اللي طالبه بعد كده؟ بيقول لي سيركل، يعني نعمل سيركل كده 4 سي شيلز، يعني اعمل سيركل حوالين 4 من الايه؟ من السي شيلز دول. طيب هما فين؟ يلا نبص عندي على البيكتشر، عندي كده واحدة اهي وعندي واحدة هنا كمان وعندي واحدة هنا كمان وعندي واحدة هنا وعندي واحدة هنا. هل أعمل سيركل عليهم كلهم؟ لا، احنا عايزين 4 بس. يعني نعمل كده 1 كده 2 كده 3 كده 4. ما نعملش سيركل على دي، لأن احنا لو عملنا سيركل على دي يبقى زودنا عن الفور. النمبر اللي بعد كده اللي عايزين نتعرف عليه يا اولاد نمبر 5. لو انا عندي 4
وال4 دي زودنا عليها كمان 1. اقول ايه ال1 الجديد ده لما اجي اعده بعد ال4 اعد اقول ايه؟ نقول 5. يلا نبص مع بعضين على مجموعه الفيشز دي كده. عندي 1 2 3 and 4. طيب دي لما اجي اعدها اقول عليها ايه؟ نقول عليها 5. اوكي. طيب لو حبينا نعمل بالدوتس النمبر 5 نعمله ازاي؟ نعمل كده، نجيب دوت نحط جنبيها دوت ونحط جنبيها دوت ونحط جنبيها دوت ونحط جنبيها دوت. مجموعة الدوتس دي، مجموعة النقط دي مع بعض كلهم عبارة عن 5 دوتس. وزي ما قلنا قبل كده لو شفنا دي بس يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها 1 لو جات لي من غير ما تتكرر. لو جت واحدة من اختها وقفت جنبها كده يبقى هما الاتنين مع بعض اسمهم 2. لو جبنا لهم واحدة كمان وشفنا دول بس يبقى دول اسمهم 3. لو الثري جبنا لها 1 معاها يبقى هما كلهم اسمهم 4. الفور لو جبنا لها 1 جنبها تبقى 5، يبقى كلهم اسمهم 5. طيب لو انا عايز يا اولاد اقول للحد بايديا ان انا معايا 5 او انا عايز 5 اعمل ايه؟ نرفع صوابعنا بالمنظر ده، نريز الفينجرز بالشكل ده. اوكي، يبقى حريز فينجر، هرفع صباع and another finger وصباع جنبه وحريز another finger وanother finger وanother finger. يعني احنا ايدينا يا اولاد our hand فيها كام فينجرز؟ فيها 5 فينجرز. تمام. واسهل حاجه طبعا بنعبر عنها بايدينا ان انا افرد كل صوابع مره واحده، يبقى الفايف اسهل نمبر نعبر عنه بايه؟ بايدينا، لان انا بفرد صوابعي كلها مره واحده. يلا مع بعضينا نشوف البيكتشر الجميله دي ونشوف طالب مننا ايه. بيقول لي سيركل 5 فيشز. خلاص بقى احنا عرفنا ان كلمه سيركل يعني نعمل ايه؟ الشكل ده اللي هو الدايره. نسيركل 5 ايه؟ 5 من الفيشز دي. طيب يلا نبص كده على الفيشز اللي عندي. هنا في واحده اهي وواحده اهي وهنا واحده وهنا واحده وهنا واحده، انا عندي كتير. هل اعمل سيركل عليهم كلهم؟ هو قال لي كده ولا قال لي 5؟ قايل لي 5. يبقى نسيركل 5 فيشز اونلي، نعمل سيركل حوالين 5 بس. يلا مع بعضينا كده، ادي كده 1 ادي كده 2 ادي كده 3 ادي كده 4 ادي كده 5. طب ودول؟ لا ما ناخدهمش معانا لان احنا عايزين 5 بس. ايه اللي هو عايزه بعد كده؟ بيقول لي سيركل 5 سي شيلز اللي هي قواقع البحر. يلا نبص كده عندي منهم قد ايه موجودين تحتهم كلهم. نسيركل 5 بس، ادي كده 1 2 3 4 and 5. طب ودي نعمل عليها سيركل؟ لا ما نعملش عليها سيركل لان احنا خدنا الفايف اللي احنا عايزينهم خلاص. طيب اللي بعد كده بيقول لي سيركل 5 تيرتلز، نعمل سيركل حوالين 5 سلاحف. يلا نعمل سيركل حواليهم، ادي كده 1 ادي كده 2 ادي كده 3 ادي كده 4، في واحده كبيره اهي وادي كده 5. يبقى احنا اتعلمنا ايه دلوقتي يا اولاد؟ اتعلمنا ان انا عندي نمبر اسمه 5 بيجي ازاي؟ بيجي ان النمبر اللي قبليه اللي هو الفور ونزود عليه 1. النمبرز كلها كده، كل نمبر عشان يجي بيجي من النمبر اللي قبليه وازود عليه 1. يعني اول نمبر عندي اللي هو ال1 لما اجي ازود عليه 1 يظهر لي ال2. طيب ازاي نجيب ال3؟ ناخد ال2 نزود عليها 1 تبقى 3، ولو خدنا ال3 زودنا عليها 1 تبقى 4. طيب ال5 دي ظهرت ازاي؟ ال4 جبنا لها 1 جنبها تبقى ايه؟ تبقى 5. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز ده. بيقول لي count and match. تعلمنا من الدرس اللي فات ان كلمة count يعني يلا نعد. طب وماتش يعني ايه؟ ماتش يعني نوصل الحاجات اللي زي بعضها نوصلها مع بعضها. طيب يلا نبص كده على الاكسرسايز ونشوف هنفهم منه ايه.
هو هنا حاطط لي في النص النمبر 4 وعندي هنا حبه حاجات. هو يقصد ايه؟ هو يقصد الحاجات اللي في منها 4 نوصلها بالنمبر 4. يعني هنا عندي تشافلز، مجموعه تشافلز، عندي مجموعه من الايه، من الجاروف ده. كم واحد هما؟ نعدهم يلا 1 2 3 and 4. طالما هما 4 وصلناهم بالنمبر 4. طيب يلا نشوف هنا البيتش امبريلا عندي منها قد ايه؟ 1 2، يبقى ما نوصلهاش بالفور. طيب الووتر باكت 1 2 3، لا دول 3 ما نوصلهمش بالفور. طيب السيت شير، الكرسي بتاع البحر ده عندي منه قد ايه؟ ادي 1 2، هنا 4 يبقى مش هنوصله. طيب السي ستارز عندي منهم كام واحده؟ يلا نعد 1 2 3 and 4. طالما دول 4 يبقى نوصلهم بالايه؟ بالنمبر 4. يلا البولز ديت ادي 1 2 3 and 4، دول برضو 4 يبقى نوصلهم بالايه؟ بالنمبر 4. طيب يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. نفس الكلام، بيقول لي count and match، يعني يلا نعد وبعد كده نوصل. هو حاطط لي في النص ايه؟ النمبر 5. يبقى هنشوف الحاجه اللي في منها 5 ونوصلها بالنمبر 5. عندي الدولفينز دول كام واحد؟ 1 2 3 4 and 5، عشان كده وصلناهم بالنمبر 5. طيب البيردز ديت يلا نعدهم 1 2 3 4 and 5. طالما طلعوا 5 يبقى هما الاثنين ماتشد مع النمبر 5 ده، هما بالظبط زي النمبر 5، يبقى نوصلهم ببعض. يلا الكور ديت البولز ديت 1 2 3 4 and 5، يتوصلوا. التشافلز عندي منهم كام واحد؟ 1 2 and 3، عندي 3 من الجاروف ما ينفعش نوصله لان ده 5. التيرتل دي 1. طيب السي شيلز ديت عندي كام واحده؟ 1 2 3 4 and 5، دول فعلا 5 يبقى نوصلهم. البوتس ديت عندي كام واحد؟ 1 2 and 3، يبقى ما نوصلهمش بالايه؟ بال5. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده يا اولاد. بيقول لي كلر، يعني لون، واعمل لي رسمه البرتقانه، يعني لون الاورنجز ديت اكوردنج تو ذا نمبر. احنا قلنا ان اكوردنج تو يا اولاد يعني زي ما انت شايف النمبر اللي قدامك ده كده. هو هنا بيقول لي ايه؟ 1. يبقى نعمل ايه؟ نلون 1 بس. يلا نلون 1 اورنج اهي كده، احنا لوننا 1. اللي بعد كده كاتب لي 2، معناها ايه النمبر 2؟ يعني 1 وفي 1 كمان معايا، دول كده مع بعض الاثنين اسمهم 2. النمبر اللي بعد كده 3. ال 3 بيجي ازاي؟ ال 2 نزود عليها 1 تبقى 3. يعني نجيب 1، ال 1 ده نكرره ونكرره مرة كمان. يلا نعد 1 2 and 3. النمبر اللي بعد كده 4. الفور بتيجي ازاي؟ من النمبر اللي قبليها وزود عليه كمان 1. يعني نعمل 1 وكرره كده، احنا عملنا كام؟ عملنا 2. نزود 1 يبقى احنا كده وصلنا لكام؟ وصلنا ل 3. وكرره كمان مرة يبقى احنا كده عملنا كام؟ عملنا 4. النمبر اللي بعد كده كاتب لي 5. يلا نكلر 5 اورنجز، ادي كده 1 2 3 4 and 5. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي count the dots and match، يعني نعد النقط وبعد كده نوصل. هو هنا موصل لي الدوتس ديت بالنمبر ده. ليه؟ علشان عندي هنا 1 2 and 3، يبقى دول 3 نوصلهم بالايه؟ بال3. طب هنا عندي كام دوت؟ عندي 1. فين ال1 هنا؟ اهو، يبقى نوصل بال1. هنا 1 2 3 4 and 5،
فين الفايف هنا؟ هو ده، يبقى نوصل ده بده. هنا 1 2، يبقى نوصل بالتو. وهنا 1 2 3 and 4، النمبر 4 هنا فين؟ اهو، يبقى نوصل ده بده. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي join each picture with the suitable number. join يا اولاد زي match بالظبط، يعني وصل. each picture يعني كل صورة. نوصل كل صورة بايه؟ بالنمبر اللي بيعبر عنها. يلا نبص هنا كده، الصورة دي عندي فيها ايه؟ عندي فيها fishes. يلا نعدهم 1 2 and 3. نيجي نبص هنا نلاقي النمبر 4 وعندي 5. ننزل تحت شوية نلاقي 3 هنا، يبقى نوصل دي كده بالايه؟ بال 3. طيب نيجي نبص هنا دول كام؟ 1 2، يبقى نوصلهم بنمبر 2. طب يلا نكاونت دول 1 2 3 and 4، يبقى نوصلهم بال 4. ونيجي نبص الصورة دي كده فيها كام واحدة؟ 1 2 3 4 and 5، يبقى نوصل البيكتشر دي بالنمبر 5. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي in each row، يعني في كل صف. احنا قلنا ان كلمة رو الدرس اللي فات عرفنا ان هي حاجات محطوطة جنب بعضها، يعني صف كده اسمه رو، ده كده رو، اي حاجات جنب بعضها كده اسمها رو. المطلوب circle the picture that is different. كلمة different يا أولاد خدناها الدرس اللي فات، معناها إيه؟ معناها مختلف. الحاجة اللي مختلفة عايزين نعمل عليها circle. يلا نبص هنا السي شيلز دول، ملاحظين إيه يا أولاد؟ إن دي ودي ودي have the same color، ليهم نفس اللون. طب مين اللي different؟ هي دي اللي different، يبقى نعمل عليها circle. يلا نبص هنا الستارز ديت، مين فيهم اللي ديفرنت؟ هتقول يا مستر ما ده ريد وده جرين ويلو وبيربل، يبقى كلهم ديفرنت. اقول لكم لا، خدوا بالكم احنا عندنا هنا السايز. السايز يعني حجمها، دي قد دي قد دي ودي كبيره شويه، يبقى دي اللي ديفرنت. كلهم قد بعض ودي اكبر شويه، يبقى الكبيره هي اللي ديفرنت. يلا نبص هنا مين فيهم اللي مختلف؟ هو ده اللي مختلف. ليه؟ كلهم ليهم نفس الشراع، ده مختلف ده مش كامل، يبقى نعمل سيركل. يلا نبص هنا مين اللي ديفرنت؟ مين اللي مختلف؟ كل دول زي بعضيهم، يبقى ده اللي ديفرنت. طيب الووتر باكتس ديت، الجراد اللي بنحط فيها الميه، ده وده 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 كلهم قد بعض، ده از بيجر، ده كبير شويه، يبقى مختلف عنهم، يبقى هو ده اللي ديفرنت. طيب هنا كل دول ايه؟ دول شوفلز، ده جاروف، كلهم زي بعض ما عدا مين؟ ما عدا الباكت اللي جابه في وسطيهم، ده مختلف عنهم، يبقى هو ده اللي ديفرنت. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي سيركل ذا فيجرز هافينج ذا سيم كلر. الكلمه الثانيه يا اولاد اللي احنا خدناها الدرس اللي فات كلمه سيم. يعني ايه كلمه سيم؟ يعني زيه بالظبط. هو هنا بيقول لي سيم وبعديها color، يعني نفس اللون. عايزين نحط سيركل فيجرز يا اولاد، يعني اشكال. انا عندي ده فيجر وده فيجر وده فيجر وده فيجر، كلهم اشكال، لكن ده ليه اسم خاص بيه. اسمه ايه؟ اسمه ريكتانجل، اللي هو المستطيل، بيبقى ليه 4 sides، 4 جوانب، وفي عندي جنب قد الجنب اللي قدامه، وجنب تاني صغير قد الجنب الصغير اللي قدامه. بنسميه الشكل ده يا اولاد؟ بنسميه ريكتانجل. طيب نبص على الفيجر ده، اسمه ايه الفيجر ده؟ اسمه تريانجل، يعني مثلث، ليه سايد وسايد وسايد، بيكون ليه 3 sides، 3 جوانب. طيب الشكل ده اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه سكوير. السكوير سهل قوي، بيكون ليه 4 sides، 4 جوانب كلهم قد بعض.
وده زي ده تريانجل. هو هنا بيقول لي عايزين نعمل سيركل حوالين اللي ليهم ايه؟ نفس اللون. مين هنا نفس اللون؟ ده وده، الاثنين يلو، يبقى نعمل سيركل هنا وسيركل هنا. وهنا عايزين نعمل سيركل حوالين الفيجرز اللي ليها نفس اللون، ذا سيم كلر، يبقى البلو والبلو. طيب يلا نبص تحت بيقول لي ايه؟ بيقول لي سيركل ذا فيجرز، اعمل سيركل، اعمل دايره على الاشكال اللي ليها ايه؟ ذا سيم شيب. شيب يا اولاد يعني شكل مميز. الفيجرز يعني اي جوانب جنب بعضها، لكن الشيب لا، الجوانب دي او السايدز دي هحطها بطريقه معينه. تمام؟ طيب يبقى مين هم نفس الاشكال؟ ما بنقولش نفس الالوان، هنا كان نفس الالوان لكن هنا نفس الاشكال. عندي هنا تريانجل، تريانجل، سكوير، وريكتانجل. لا، يبقى نحط سيركل هنا وهنا، الاثنين نفس الشيب، نفس الشكل. يلا هنا مين اللي ليهم نفس الشكل؟ عندي دي سيركل ودي سيركل ودي سيركل. ممكن حد يقول لي يا مستر السيركل دي صغيره والاثنين دول كبار. مش مشكله، لان هو بيقول لي ذا سيم شيب. طالما شفنا سيركل يبقى هقول دي سيركل ودي سيركل. اوكي، يبقى هنعمل سيركل هنا وسيركل هنا وسيركل هنا. ليه؟ عشان هما الثلاثه ذا سيم شيب. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي ايه. بيقول لي كاونت ذا بولز. كاونت يعني يلا نعد. نعد ايه؟ نعد البولز، الكور دي، ان ايتش رو، في كل ايه؟ في كل رو، يعني في كل صف. احنا عرفنا ان كلمه رو يعني حاجات مترتبه جنب بعضها. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي نوتس ذا ريجروب ارينج ان ايتش رو، يعني عايزين نلاحظ احنا وزعناهم ازاي تاني في كل صف تحت هنا. يلا نبص على الرو ده. اول حاجه نعملها نعمل ايه؟ يلا نكاونت. هو بيقول لي كاونت، يلا 1 2 3 اند 4. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا 4 بولز، معانا 4 كور. طب ايه اللي عمله بقى؟ بيقول لي نوتس. نوتس معناها لاحظ، يعني خد بالك. ناخد بالنا من ايه؟ لما جينا وزعناهم هنا عملنا ايه؟ قسمناهم، عملنا ريجروب، وزعناهم بطريقة تانية. عملنا هنا 1 2 3 وجبنا 1 ايه؟ 1 لوحده. يبقى احنا نفهم ايه؟ نفهم ان الفور هي هي الثري وجنبيها 1. ولو جينا الفور دول قسمناهم كده 2 على جنب و2 تانيين على الجنب التاني برضك يبقوا 4. يعني ال2 ومعاها ال2 الاثنين دول مع بعض هم هم الايه؟ هم هم الفور. يعني الفور يا اولاد ممكن اقسمها لثري ومعاها 1، او ممكن اقسمها لتو ومعاها كمان 2. يلا نشوف الكويتشن ده بيقول لي ايه. بيقول لي وات از ذا نمبر اوف بولز ان ايتش رو، في كل صف من دول عندنا كام كوره؟ 4 اور 5، أربعة ولا خمسة؟ لا، إحنا عندنا 4. We have 4 balls in each row. يبقى نعمل إيه؟ تشيك مارك على إيه؟ على 4. إن إحنا عندنا 4، اخترنا 4. طيب إيه اللي بعد كده؟ Do you get the same number of balls in each row؟ هل إحنا عندنا نفس العدد من البولز في كل صف من دول يا أولاد؟ ها؟ زي ما أنتوا شايفين هنا عندنا 4 وهنا عندنا 4 وهنا عندنا 4. يبقى نقول ايه؟ نقول يس. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي count the fish in each row، عايزين نعد الفيشز اللي في كل صف ونلاحظ بعينينا نوتس ونشوف عددهم هيبقى كام لما اقسمهم لايه؟ لمجموعات كده. يلا نكاونت نشوف عندنا كام فيش. عندي 1 2 3 4 and 5، دول كده كام؟ دول كده 5. طيب ال 5 دول بقى هعمل ايه؟ هناخد ال 2 دول نحطهم هنا كده، وناخد دول كده نحطهم هنا. يبقى دول كام؟ دول 2، ودول كام؟ دول 3. يلا نعمل لهم كاونتنج.
1 2 3 4 and 5 يبقى 5 برضو. يعني انا لو جبنا 2 وال2 ديت جبنا جنبيها 3 يبقى كلهم برضو 5. طيب لو جبنا دي لوحدها هنا يعني دي كده 1 ودول جبناهم كده على جنب 1 2 3 and 4 كلهم هيبقوا كام؟ برضو 1 2 3 4 and 5. يبقى احنا ال5 يا اولاد عباره عن ايه؟ عباره عن 2 وجبنا جنبها 3 او عباره عن 4 وزودنا عليها 1 او 1 وزودنا عليه 4. يلا نشوف الكويتشن ده. بيقول لي what is the number of fish in each row؟ عندنا كام سمكة في كل صف؟ 4 ولا 5؟ طبعا 5. السؤال الثاني do you get the same number of fish in each row؟ هل عندنا نفس العدد بتاع السمك في كل صف؟ طبعا yes. تعالوا مع بعضنا يا أولاد نتعرف على حاجة جديدة اللي هي the number line. يعني ايه كلمة number line؟ يعني الخط اللي بنحط عليه numbers. كلمة line يعني ايه؟ يعني خط، وطبعا النمبرز يعني الاعداد بتاعتنا. ايه هو النمبر line يا أولاد؟ زي ما انتم شايفين ده خط بنحط عليه النمبرز بالترتيب، بنبدأ من اللفت. يعني نقول كده 1 ونعمل كده 2 وكده 3 وكده 4 وكده ايه وكده 5. اللي احنا ملاحظينه ان احنا من اول ال1 لحد ال5 بنعمل مسافات متساوية. يعني الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده. واهم حاجة يا اولاد ان احنا لازم نكون مرتبين النمبرز، بنمشي من اول ال1 وبعد كده ايه نزود واحنا ماشيين ناحية الايه ناحية الرايت. يلا نشوف الاكسرسايز الجميل ده. بيقول لي draw the missing dots according to its number on each number line. خلاص عرفنا ان ده اسمه النمبر لاين، اللاين اللي بنحط عليه النمبرز. بنحطها ازاي؟ بنحطها بالترتيب زي ما بنعد بالظبط اهو 1 2 3 4 and 5. هنا كل نمبر احنا عاملين له ايه الدوتس بتاعته. ال 3 نعمل هنا كام دوت؟ نعمل 3 دوتس. يلا نعملهم كده 1 كده 2 وكده 3. طيب يلا هنا مين اللي ناقص عندي نعمل له الدوتس بتاعته؟ النمبر 4. يلا نعمل 4 دوتس. ادي كده 1 2 3 اند 4. يلا هنا مين النمبر اللي عايزين نعمل له الدوتس بتاعته؟ اهو النمبر 5. يلا نعمل 5 دوتس. ادي 1 2 3 4 and 5. نيجي هنا مين اللي ناقص؟ ناقص ال 2 وناقص ال 4. نعمل هنا يلا 2 كده 1 2 وهنا نعمل 4 1 2 3 and 4. اللي بعد كده مين هنا اللي ناقص؟ نعمل just 1 dot. ليه؟ عشان بتاعت ال 1. ونعمل كمان 5 دوتس. ادي 1 2 3 4 and 5. يلا هنا ادي كده 1 عشان تحتيها 1. هنا نعمل 2. ادي كده 1 2. هنا نعمل 4 1 2 3 and 4. اخر حاجة معانا نعمل 5. يعني نجيب 1 حط 1 جنبه، حط 1 كمان معاه، حط 1 كمان معاه، كده وصلنا ل 4 ونزود على ال 4 1 تبقى كام؟ تبقى 5. يلا مع بعضنا نتعرف اكتر على النمبر لاين. بيقول لي هنا سيركل ذا كوركت نمبر اون ذا نمبر لاين. عايزين نعمل دايره على الايه النمبر المظبوط اللي هو بيقول لي عليه. يلا نبص هنا كده، هو عامل لي كده اكزامبل بيقول لي فيه ايه. بيقول لي 1 less than 3. ناخد بالنا يا اولاد ان احنا اول مره تجيلنا كلمه less. كلمه less يعني اقل، يعني 1 less يعني احنا عايزين 1 اقل من 3. هو بيقول لي 1 less than 3
يبقى نروح ناحية السرير. كلمة less يعني نرجع لورا، ما نمشيش لقدام، يعني أقل من السرير بـ1. لو رجعنا 1 نرجع لمين؟ نرجع للتو، علشان كده هو عامل سيركل حوالين التو. تمام؟ طيب يلا نبص هنا بيقول لي ايه؟ 1 less than 4. احلها ازاي؟ نروح على الفور اهو، رحنا لحد الفور. هو بيقول لي ايه بقى؟ 1 less، يعني عايزين الفور نقللها 1. يعني انا عندي اربع حاجات عايزين ناخد منهم 1. نيجي عند الفور ونرجع ايه؟ ونرجع 1. نوصل لكام؟ نوصل للثري. يبقى 1 less than 4 يديني 3. طيب اللي بعد كده بيقول لي 1 less than 2، يبقى نروح عند ال 2 ونرجع 1. ليه نرجع؟ عشان بيقول لي less، يعني ال 2 ديت هناخد منها 1، اقللها 1. لما ال 2 عندي حاجتين اخد منها حاجه، هيبقى عندي حاجه واحده اللي هي ال 1. يلا نشوف اللي بعد كده بيقول لي 1 less than 5، يبقى نروح عند ال 5 ونرجع 1. نوصل لكام؟ لل 4. يبقى احنا هنا بنعمل ايه يا اولاد؟ بن جو باك 1 سبيس. كلمه جو باك يعني بنرجع للخلف، بنرجع لورا. يبقى احنا على النمبر لاين لو مشينا كده ليفت، يبقى احنا بن جو باك. طيب لو مشينا كده ناحية الرايت، يبقى احنا بنجو فورورد. يلا نشوف الاكسرسايز ده. بيقول لي سيركل ذا كوركت نمبر اون ذا نمبر لاين، عايزين نعمل دايرة على النمبر المظبوط. بيقول لي 1 مور ذان 2، ناخد بالنا هنا من كلمة مور. مور يعني أكتر، أكتر من. مور ذان يعني أكتر من. للذان فوق، كلمة للذان يعني أقل من. هنا more than يعني اكتر من. احنا عايزين نروح عند ال 2 ونعمل 1 more than 2، نزود 1 عليها. يبقى هنعمل ايه؟ هنجو فورورد، هنمشي كده كده فورورد، يعني نمشي لقدام. لما اكون عند ال 2 وامشي 1 لقدام اوصل لل 3. طيب يلا هنا 1 more than 1، نروح عند ال 1 ونجو فورورد 1. نوصل لكام؟ نوصل لل 2. يلا اللي بعد كده 1 مور ذان 4، اجي عند ال 4 عايزين نزود عليها 1، نجو فورورد 1. 4 لما نزود عليها 1 تديني 5. اللي بعديها 1 مور ذان 3، نروح عند ال 3 ونزود عليها 1، نجو فورورد 1. نوصل لكام؟ نوصل لل 4. تعالوا مع بعضنا يا أولاد نتعرف على الجزء الأخير في الليسون اللي هو الجراف. يعني إيه كلمة جراف يا أولاد؟ كلمة جراف يعني رسمة، بس مش أي رسمة يا أولاد. الجراف ده رسمة بنعملها بطريقة معينة علشان نوضح بيها معلومات. يعني الجراف عبارة عن رسمة هتدينا معلومات. قبل ما نعمل الجراف يلا نشوف ايه هي الداتا او المعلومات. كلمة داتا يعني معلومات. ايه هي المعلومات اللي احنا عايزين نتعرف عليها ونوضحها في الجراف؟ لما نيجي نبص هنا عندي ابلز، بس ناخد بالنا انا عندي هنا 2 وال 2 دول جرين، وعندي هنا 3 وال 3 دول يلو، وعندي هنا 4 وال 4 دول ريد. لو انا عايز اوضح الكلام ده اوضحه ازاي؟ بصوا بنعمل ايه يا اولاد. بنيجي هنا بنحط الابلز تحت كده، وكل واحده من دول اعمل عليها بوكسز، مجموعه صناديق كده صغيره او مربعات صغيره. انا عندي الجرين، في منها كام واحده؟ 1 2. يبقى هنلون هنا بوكس وانذر بوكس، يبقى هنلون 2 بوكسز. طيب وبالنسبه للريد ابل ملاحظين ايه؟ انا عندي هنا 4، رحنا هنا لوننا 4 بوكسز. واليلو ابل انا عندي هنا 3، لوننا هنا 3 بوكسز. يبقى كل بوكس من دول بيعبر عن تفاحية واحدة.
طيب مش هنبص بقى على الرسمة دي، مش عايزين نبص على الرسمة دي، ونروح نبص على الجراف ده. كده يا أولاد اسمه إيه؟ اسمه جراف. الجراف ده يا أولاد بيوضح لنا معلومات. لو أنا الرسمة دي مش قدامي وجيت بصيت على الجراف ده أفهم إيه؟ أفهم إن أنا عندي جرين أبلز، عندي منهم كام واحدة؟ أروح أعد البوكسز دي 1 2، وعندي ريد أبلز أروح أعد البوكسز ديت 1 2 3 أند 4، وعندي يلو أبلز عندي منهم قد إيه؟ نروح نعد البوكسز ديت. يبقى الجراف دي رسمة بتوضح لينا البيانات. يلا مع بعضنا نحل الإكسرسايز. بيقول لي use the graph to answer the questions و circle which apple color shows the fewest. ناخد بالنا بقى يا أولادنا الكلمات. fewest يعني الأقل. مين الأبل color اللي هي عندي أقل؟ نيجي نبص على الجراف، مين أقل color؟ أقل color موجود عندي منه اللي هو الجرين. عرفت ليه؟ عشان البوكسز هنا أقل واحدة، أقل بوكسز عندي هنا، يبقى نروح ونعلم على الجرين. اللي بعد كده بيقول لي which apple color shows the most. the most يا أولاد يعني عندي منه كتير. أعمل إيه؟ أروح أبص على الجراف ألاقي عندي في بوكسز كتيرة موجودة فين؟ على الريد. يبقى أنا عندي الريد أبلز موجودة عندي منهم كتير، يبقى الريد. طيب اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ How many red apples are shown؟ عندي قد ايه من الريد ابلز دول؟ كلمة how many يعني قد ايه؟ نروح على الجراف، يلا نكاونت 1 2 3 and 4، يبقى نختار 4. هنا how many yellow apples and green apples all together؟ all together يا اولاد يعني مع بعض، يعني عندي قد ايه من اليلو ابلز والجرين ابلز. نروح كده على الجراف، يبقى احنا عايزين دول ودول مع بعض، يلا نعدهم 1 2. هنا اقول 1 2 3، لا ده انا هحطهم على بعض، يبقى هقول 1 2 3 4 and 5. يبقى الجرين واليلو على بعض يدوني كام؟ يدوني 5. يلا مع بعضنا يا أولاد نتدرب إزاي نعمل الجراف. يلا نبص على الإكسرسايز الجميل ده. بيقول لي بيقول لي color to show how many of each item، يعني لون علشان توضح أنت عندك قد إيه من كل item. كلمة item يا أولاد يعني حاجة، يعني البيرد ممكن أسميه item، الفيش ممكن أسميه item، حاجة موجودة عندي في الرسمة. طيب فين هو الايتيمز اللي عايزني اتكلم عنها؟ نيجي نبص هنا يا اولاد كده، عامل لي جراف، ده بنسميه ايه يا اولاد؟ جراف. طب مين الايتيمز اللي عايز يعرف عنها معلومات؟ عايز يعرف معلومات، رسم لي هنا البوت، رسم لي البيرد، رسم لي البوت اللي عليه شراع، رسم لي الاوكتوبس والفيش. يبقى انا مطلوب مني ايه؟ عايزين نجمع بيانات، عندي كام واحد من البوت ده؟ اعمل ايه؟ اطلع على الرسمه وابص كده في عندي كام بوت؟ هو واحد بس اهو، علشان كده احنا عملنا ايه؟ لوننا بس 1 بوكس. طيب هو هنا رسم لي البيرد، يعني يقصد ايه؟ هو كده عايز نجمع معلومات عن البيردز. طب ايه المعلومات اللي هجمعها؟ اعرف عندي كام واحد. يلا بص في الرسمه، عندي 1، عندي 2، عندي 3، عندي 4. تمام، ازاي بقى الفور دي يا اولاد اوضحها في الجراف؟ نعمل ايه؟ نيجي كده فوقيه ونلون 4 بوكسز، ادي كده 1، ادي كده 2، ادي كده 3، ادي كده ايه؟ ادي كده 4. يبقى انا لما اجي على البيرد كده وابص عليه واشوف فوقيه 4 بوكسز، اعرف ان انا عندي منه 4. طيب ايه اللي بعد كده؟ البوت ده اطلع فوق عندي منه كام واحد؟ اهم 1 2 3. يبقى اجي هنا ون كلر 3 بوكسز كده 1
ادي كده 2 ادي كده 3. لما اجي بقى ابص على الجراف دلوقتي، لو انا مش هبص على الصوره خالص وهبص على الجراف وابص على الايتم ده كده والاقي عليه فوق 3 بوكسز، افهم ايه؟ افهم ان انا عندي منه 3. يلا نشوف الاوكتوبس عندي منه كام واحد. نطلع نبص في الرسمه، نبص هنا كده، يلا نجمع البيانات اللي على الاخطبوط عندي منه كام واحد. ادي 1 ادي 2. ننقل البيانات دي في الجراف، انقلها ازاي؟ كل اخطبوط نلون له ايه؟ نلون له بوكس. ادي كده 1 ادي كده 2. يبقى انا لما اجي ابص كده على الاوكتوبوس والاقي عليه 2 بوكسز اعرف ان انا عندي منه 2. طيب يلا الفيش دي نبص كده في الرسمه عندي منها كام واحده؟ 1 2 3 4 and 5. نيجي هنا ون كلر 5 بوكسز، ادي كده 1 ادي كده 2 ادي كده 3 ادي كده 4 and 5. يبقى انا لما اجي ابص كده على الفيش والاقي فوقيها 5 بوكسز اعرف ان في الرسمه عندي منها 5. طيب بيسالني سؤال يا اولاد، بيقول لي ايه؟ بيقول لي سيركل ويتش ايتم ذير از ذا موست اوف. ذا موست يا اولاد يعني الاكثر. مين الايتم؟ مين الحاجه اللي انا عندي منها كتير؟ اعمل ايه؟ نبص على الجراف. مش هروح بقى ابص هنا، انا هنا الرسمه مش واضحه مش موضحه لي، لكن انا جمعت كل البيانات في الجراف. لما عيني على طول تبص على الجراف اروح ابص مين اكتر حاجه فيها بوكسز، الاقي ان الفيش عليها بوكسز كتيره، يبقى هي دي اللي انا عندي منها كتير. يبقى نعمل سيركل هنا. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي color to show how many of each item. يلا نلون علشان نوضح في عندي كام واحد من كل حاجة هو عايزها. يلا نبص هنا على الجراف ده، هو طالب ايه؟ هو عايز يعرف how many من الايتم ده عندنا، من الاكسليفون ده عندي كام واحد. نروح نبص على البيكتشر، عندي 1 and 2. ازاي اعبر عن ال 2 في الجراف؟ نكلر 2 بوكسز، ادي كده 1 وادي كده 1. يبقى انا لما اجي ابص على الجراف ده واجي ابص هنا على الايتم ده وابص فوقيه الاقي 2 بوكسز اعرف على طول ان انا عندي منهم 2. طيب ايه اللي بعد كده؟ الجيتار. عايزين نعرف في عندي كام واحد، هنعمل هنا كام واحد. اروح على البيكتشر اجمع المعلومات اللي عندي عن الجيتار، نشوف عندي كام واحد. يلا ادي كده 1 2 3 and 4. نيجي على الجراف وين كلر 4 بوكسز. ليه لو انت 4؟ عشان هم 4 3 and 4. يبقى انا لما اجي ابص على الجراف والاقي هنا في 4 اعرف ان انا عندي من ده 4. يلا البيانو عندي منه كام واحد؟ نبص هنا في واحد بس، يبقى نلون جاست وان بوكس. يلا الدرام ديت عندي منها كام واحده؟ الطبله دي عندي منها كام واحده؟ 1 2 3. ازاي اوضح هنا واكتب 3؟ نلون 3 بوكسز، ادي كده 1 2 اند 3. بيسالني سؤال ويقول لي which item there is the least of. مين الايتم اللي عندي منه اقل حاجه؟ اروح ابص على الجراف، مين الايتم اللي فيه اقل بوكسز؟ هو ده فيه بوكس واحد بس. يبقى نعمل سيركل حوالين البيانو. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده، نتدرب اكتر على الجراف. بيقول لي هنا color to show how many of each item. نلون بوكسز علشان نوضح عندنا قد ايه من كل حاجة من دول. هنا الكاروت عندي منه كام واحدة؟ نروح على البيكتشر ونشوف المعلومات اللي عندي عن الكاروت. يلا نبص هنا عندي 1 2 3 and 4. عندي 4 كاروتس. ازاي اوضح ان انا عندي 4 كاروتس؟ نيجي كده نلون 4 سكويرز، ادي كده 1 2 3 and 4. يبقى انا لما اجي اشوف هنا 4 بوكسز فوق الكاروت اعرف ان انا عندي 4. يلا الابلز نروح نعدهم 1 2 3 4 and 5.
اعمل ايه؟ اجي هنا نلون 5 بوكسز، ادي كده 1 2 3 4 اند 5. يبقى انا المعلومات اللي في الرسمه بوضحها في الجراف. يلا نشوف الكورن عندي منه قد ايه. 1 2 اند 3، نيجي هنا كده ادي كده 1 2 اند 3. اخر حاجه عندي الووتر ميلون، البطيخ عندي منه قد ايه؟ نيجي نبص على البيكتشر عندي 1 2. ازاي اوضح ال 2 هنا؟ نلون 2 بوكسز، ادي كده 1 ادي كده 2. زي ما انتم شايفين يا اولاد الجراف سهل جدا، بعبر بيه عن المعلومات اللي موجوده عندي في الرسمه. في سؤال عندي بيقول لي which item there is the most of. كلمة the most of يعني مين؟ الايتم او الحاجة اللي انا عندي منها كتير. اروح ابص على الجراف، مين الايتم اللي عليه بوكسز كتيرة؟ احنا شايفين ان الابل في بوكسز كتيرة فوقيها، يبقى هو ده الايتم اللي عندي منه كتير، يبقى نعمل عليه سيركل. يلا مع بعضنا يا اولاد نحل شيت 2. وما ننساش يا اولاد ان احنا خدنا في الليسون ثلاث حاجات. خدنا ازاي نعمل counting up to 5، اتعرفنا على نمبر 4 وتعرفنا على نمبر 5، وخدنا بعد كده النمبر لاين اللي هو الخط اللي بحط عليه النمبرز، وعرفنا في حاجتين مهمين قوي. عرفنا معنى للزان يعني اقل من، وعرفنا معنى more than يعني اكثر من. وخدنا بعد كده الجراف، وعرفنا ان الجراف ده انا بعمله علشان اوضح البيانات. يلا مع بعضنا نحل شيت 2. بيقول لي سيركل ذا كوركت نمبر اون ذا نمبر لاين. نيجي على النمبر لاين كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي 1 less than 2. less than يعني اقل من، يبقى نروح عند ال 2 ونجو باك نوصل لمين؟ نوصل لل 1. يبقى هو ده 1 less than 2، يبقى نعمل سيركل حوالين ال 1. نيجي يلا اللي جنبها بيقول لي 1 more than 3. يعني ايه more than يا اولاد؟ يعني اكثر من. يبقى نيجي عند ال 3 ونجو فورورد، يعني نطلع لقدام 1. نوصل لمين؟ نوصل لل 4، يبقى نعمل سيركل على ال 4. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ماتش، يعني يلا نوصل. نوصل ايه؟ نوصل الايتمز دي بالنمبرز بتاعتها. طيب انا عندي هنا الاستيبلر الدباسة، عندي منها كام واحدة؟ عندي جاست 1، عندي واحدة اهي 1. يبقى نعمل ايه؟ نوصلها بال 1. طيب البيبر كليبر ديت اللي هي الايه الدبوس كده اللي بنمسك بيه الورق، عندي منه كام واحد؟ 1 2 3 4 اند 5، يبقى نوصله بال 5. يلا البنسلز عندي منهم كام واحد؟ عندي منهم 1 2، عندي 2 يبقى نوصلهم بال 2. الاريزرز الاستيك عندي منها كام واحده؟ 1 2 3 اند 4، يبقى نوصلها بال 4. الرولر عندي كام مسطره؟ 1 2 اند 3، يبقى نوصلها بال 3. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي ايه. يقول لي color to show how many of each item. يلا نلون علشان نوضح عندنا قد ايه من كل item. نيجي نبص عندي على الرسمة، عندي مجموعة حاجات، الحاجات دي عايزين نعبر عن المعلومات اللي هنا يا اولاد، نعبر عنها في الجراف ده. هو هنا رسم لي بريد، عايز اعرف عندي منه كام واحد. رغيف الفينو ده عندي منه كام واحد؟ نيجي نبص هنا عندي واحد بس، يبقى اجي هنا الون just one box. طيب هنا البرجر عندي كام برجر؟ عندي 1 2 اند 3، يبقى نيجي هنا نعمل 3، ادي كده 1 ادي كده 2 ادي كده 3. بنعمل ايه؟ البيانات اللي موجوده هنا والمعلومات بنعملها هنا، بنوضحها هنا. اللي بعد كده البيتزا سلايسز اللي هي البيتزا عندي كام واحده؟ ادي 1 2 3 اند 4، عندي منها 4، يبقى اجي اعمل كده 1 نكلر 4 بوكسز 2 3 اند 4. اللي بعد كده السوسيس، ساندوتش السوسيس ده عندي منه قد ايه؟ عندي هنا 1 2، يبقى نلون هنا 2 بوكسز، ادي كده 1 ادي كده 2. بيسالني سؤال بيقول لي سيركل
which item there is the most of. مين الايتم اللي عندي منه كتير؟ the most of يعني كتير. اروح على الجراف نشوف الايتم اللي احنا عاملين عنده بوكسز كتيرة، نلاقيه مين؟ البيتزا. عندي 1 2 3 4 يبقى انسيركل البيتزا. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا الليسونز من اول 3 لحد 6. يعني احنا النهارده في الفيديو ده خدنا ليسون 3 و 4 و 5 اند 6. اتعلمنا فيهم ايه؟ اتعلمنا ازاي نعمل كاونتنج لحد ال 5. بكاونت ازاي لحد ال 5؟ بنقول كده 1 2 3 4 اند 5. خدنا ايه كمان يا اولاد؟ خدنا النمبر لاين. عرفنا انه خط بنكتب عليه النمبرز. لو رجعنا لورا يبقى هنجو باك، يبقى هنقل. لو هنجو فورورد يبقى هنزيد. ايه كمان اتعلمناه يا اولاد؟ اتعلمنا ازاي نعمل الجراف، وعرفنا ان الجراف بنستعمله علشان نوضح فيه البيانات. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.